السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. معاكم كابتن انس صلاح. النهارده هنتمرن على تمارين المفاصل بتاعت رجليا مش رجليا، ونشتغل على السمانه النهارده شويه. اوكي. اول حاجه نبدا نعملها، هنفكك رجلينا، اقف على مشط رجلي وابدا الف رجليا حركه دائريه. عد خمسه، تشينج الناحيه الثانيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. اوكي، تشينج الناحيه الثانيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة. تشينج الناحية الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. التمرين الثاني، هرفع مش رجلي قدام، هنزل وانزل تحت مش رجليا، واحد كده بمرن مش رجليا ومرن عضلة السمانة. اوكي، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اوكي، التمرين الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اوكي، لف رجليا كلها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تشينج الناحية الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فوق معانا شوية، يلا جو الناحية الثانية، لفت رجلك، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تشينج الناحية الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اوكي، دلوقتي هقف على وش رجليا، هطلع فوق واثبت، واحد وانزل تاني، اثنين، يطلع فوق كمان شوية، فوق، ثلاثة، يلا معانا، أربعة، خمسة. اوكي، دلوقتي هقف على رجلي واحدة، هطلع بالثانية فوق، واحد، اثنين، كمان ده أصعب شوية، ثلاثة، أربعة، خمسة. تشينج الناحية الثانية، فوق، واحد، اثنين، ثلاثة أربعة خمسة. أوكي، النهاردة تعرفنا كده أهم تمارين رجلينا، اشتغلنا مشط الرجل واشتغلنا على السمانة. سلام طيب.